بحضور الشيخ ماجد بن فيصل بن خالد القاسمي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز أكسب الشارقة احتفالية بمناسبة اليوم الوطني 46 للدولة. هو يوم الوطن 46، والذي يحتفل به كل فرد صغيرا كان أو كبيرا، معبرا عن حبه وولائه وانتمائه لدولة الإمارات ولقيادتها الحكيمة. ففي حفل بهيج أقامته غرفة تجارة وصناعة الشارقة بحضور شتى أطياف المجتمع، كان الاحتفال وطني بهدف تعزيز الدور المجتمعي الذي تلعبه المؤسسات الحكومية في تجديد الولاء والانتماء للوطن. نتعهد كغرفة تجارة وصناعة الشارقة بدعم المسيرة واستمرار المسيرة تحت شعار روح الفريق الواحد. 46 عاما كانت من الفخر والسعادة والرفاهية، نسأل الله تعالى أن يديم علينا هذه النعمة جميعا. تضمنت فعاليات الحفل الذي أقيم في مقر الغرفة فقرات عدة، منها استعراض الأزياء التراثية وفقرة تراثية من وحي المناسبة الوطنية، بالإضافة لأهازيج وطنية قدمتها الفرقة الشعبية المشاركة في الاحتفال. اليوم مناسبة عندنا يعني عزيزة على قلبنا منذ الطفولة، يعني كنا نحتفل في اليوم الوطني، كنا في المدرسة ولا كنا في بيتنا ولا في أي مكان، حتى لو الواحد كان خارج الدولة يعني يحتفل بيوم الوطني، لأن هاي ذكرى عزيزة على كل إنسان. فاليوم في غرفة التجارة يعني حبينا نعبر عن جزء من محبتنا في احتفالية اليوم الوطني. يعتبر الاحتفال باليوم الوطني مناسبة سنوية تحرص جميع الجهات والمؤسسات والدوائر الحكومية المشاركة فيها والاحتفاء بها تعبيرا عن السعادة والفخر بالأبعاد الوطنية والحضارية التي تحملها ذكرى هذه المناسبة العزيزة وما حققته الإمارات من إنجازات ومكتسبات جعلتها محط أنظار العالم. في يوم الوطن، يوم يحتفل به الصغير والكبير بهذه المناسبة العزيزة والغالية على قلوب كل إماراتي ومقيم على هذه الأرض الطيبة، داعين الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات قيادة وشعبا ويديم عليها الأمن والأمان. لأخبار الدار وليد عارف من الشارقة.